بعد إحباط مجلس الأمن للمشروع الفلسطيني الذي تضمن العمل على تسوية مع الاحتلال الإسرائيلي خلال عام، وقع الرئيس محمود عباس على الانضمام لعشرين منظمة ومعاهدة دولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، ما يمكن الفلسطينيين اللجوء إليها للتحقيق في التجاوزات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. إن مشروع القرار العربي وتقديمه لا يعتبر بأي شكل من الأشكال خطوة إحادية، بل حق مشروع للشعب الفلسطيني الذي اختار مسار السلام ولجأ إلى الأمم المتحدة كخيار أخير بعد أن أغلقت السبل أمام تحقيق طموحاته المشروعة. الاتفاقيات الموقعة والتي تطرقت إلى مواضيع جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية جعلت الحكومة الفلسطينية أن تضع ملف الاستيطان على أول قائمة القضايا التي ستذهب بها إلى محكمة الجنايات الدولية للمطالبة بمحاكمة إسرائيل عليها. نحن سندافع عن أبناء شعبنا بكل ما نملك، والجرائم التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا من مستوطنات وإملاءات واغتيالات والتي توجتها إسرائيل في عدوانها على غزة الصيف الماضي لن تسقط بالتقادم، ومن يرتكب جرائم عليه أن يتحمل العواقب. أما على صعيد الولايات المتحدة وتهديداتها، فنحن نطلب من القوى العظمى الولايات المتحدة أن تعيد النظر في مواقفها. تهديدات وتوعدات تلقتها القيادة الفلسطينية في حال أقدمت على الانضمام لهذه الاتفاقيات من الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، إضافة إلى مضايقات مالية ستتخذها الدول المانحة. أما الآن وبعد الانضمام الفعلي لها، فهل ستكون هذه الخطوة أكثر إنصافاً وعدلاً للقضية الفلسطينية؟ لتلفزيون القدس لمى أبو هلال، رام الله. أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.القدس.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.